أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة أبا اليوم تحرير مديريات الشاعر ومذخرة والفرع والعدين من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح، ليصل عدد المديريات المحررة 10 مديريات من أصل 20 مديرية تتشكل منها المحافظة. هذا ونصبت المقاومة الشعبية بأب أول نقطة تفتيش عند محطة مارح بمديرية المشنة على أطراف المدينة. وذكرت مصادر إعلامية حدوث اشتباكات وحرب شوارع على المدخل الشرقي والغربي لمدينة أب. بدوره شن طيران التحالف صباح اليوم غارات جوية على مقر اللواء 55 صواريخ بيريم تمهيدا لتحرير المدينة من ميليشيات الحوثي وقوات صالح أسوة بمديريات أخرى في المحافظة. سيطر رجال المقاومة الشعبية بالبيضاء على كامل مديرية الزاهر وتقدموا صوب مدينة البيضاء عاصمة المحافظة، ودخلت طلائع المقاومة المدينة في ظل فرار جماعي لميليشيات الحوثي الذين يبيعون أسلحتهم بأسعار زهيدة. هاجمت المقاومة الشعبية ورجال القبائل مواقع ونقاط تفتيش لميليشيات الحوثي في منطقة العرم وقرن السوداء بمديرية حبان بمحافظة شبوة، وتتأهب قوات الجيش الوطني والمقاومة لتطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي. كشف المتحدث باسم الحكومة راجح بادي عن عودة وزراء السياحة والعدل والمياه والاتصالات إلى مدينة عدن. أكد محافظ محافظة حضرموت عادل باحميد وجود محافظ البنك المركزي محمد بن همام في مديرية غيلبة وزير التابعة للمحافظة، وقال في تصريح لصحيفة عكاظ بأنه من المؤمل أن ينتقل بن همام لإدارة عمله مديرا للبنك المركزي بعد أن يتم نقل مقر البنك إلى محافظة عدن. أعلن وزير النقل بدر باسلم عن نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتكليف الكابتن صالح سليم بن نهيد قائما بأعمال رئيس الهيئة.